رفقا بالأرض. قولوا صباح النور، أهلا وسهلا بسي محمد المنسي ضمن فقرة رفقا بالأرض، حاضر معنا أسبوعين. أهلا وسهلا بيك أستاذ. اهلا بيك، شنو احوالك؟ مرحبا بيك، ان شاء الله يومك سعيد. مرحبا بيك اخت نجيبه وكل مستمعين اذاعه تونس الثقافيه وكل عاملين معاك هذه الصباحيه. يومك اسعد، شكرا ليك سي محمد. اذا نواصلوا هذا الاسبوع مع الحوكمه البيئيه وفي علاقه طبعا بالوضع بالنسبه للبلديات عموما من خلال الحلول والمقترحات اللي تقدمها في هذا السياق. ونذكر الساده المستمعين ان كنا تناولنا هذا الموضوع في اسبوع في طرح الإشكاليات ونختموا مع الحلول إن شاء الله. تفضل سي محمد. فعلا أخت نجيبة، منذ حلقتين حكينا على الحوكمة البيئية بصفة عامة في العالم وأهميتها نعم. في ظل ما يشهد العالم من تغيرات مناخية كبيرة. العديد من الدول في العالم اتبعت مناهج ومناول تنمية جيدة كحلول للأزمة البيئية، كما ترسيخ الاهتمام بالبيئة، وهي الحلول معناها بصفة عامة على مستوى يعني العالم، كما ترسيخ الاهتمام بالبيئة في جميع مستويات اتخاذ القرار. نعم. واعتبار البيئة أساس كل المجالات كما التعليم، الصحة، السياحة وغيرها. تحول كذلك معناها العديد من الدول في العالم خرجت من أنظمة الحلقة المفتوحة إلى أنظمة الحلقة المغلقة، واللي هي رصد لو تثمين النفايات وإعادة التدوير. كما زاد بينا وحكينا كحلول اهتمام المستثمرين في الدول المتقدمه للشركات اللي تحترم المعايير البيئيه والاجتماعيه والحوكمه في اتخاذ القرار وتعتمد على عنصر الشباب والمراه، وتسمى البي اس جي انفيرمنتال سوشيال جوفرنس. وهذه نتيجه بطبيعه الوعي في العالم بقضايا تغير المناخ. نعم. فعلا، وبطبيعه والشركات هذه اليوم نشاهدوها هي اكثر اتدابا وتحقق في ارباح عاليه. نعم. هذا على مستوى العالم. حكينا في تونس على تجربه الحوكمه المحليه في بلادنا، واللي ترتكز معناها في المبادئ نتاعها على تحسين، خاصه على تحسين عيش المتساكنين داخل المنطقه وتهيئه يعني الساحات العامه وغيرها، والرفع خاصه من جاذبيه المدينه وتوفير خدمات. لكن للاسف والحقيقه المؤلمه انه هذه المبادئ يعني ما شفناهاش زاف مع الواقع، وشفنا بلديات تخبط في مشاكل متعدده كما الموارد الماليه واقتناء المعدات وعدم القدره على توفير الخدمات. يعني هذا كل يعني شفنا حتى بلديات يعني المجالس نتاعها تحلت نظرا لخلافات بين اعضائها، وبلديه تعيش يعني تخبط في في المجمل اخت نجيبه. وهذا الكل بالضروره باش ياثر على الخدمات المقدمه للمواطن. وكنا تحدثنا على الكل ما هو لوجستي ومادي، واللي هو يندرج في اطار ضعف الامكانيات كما قلنا، فالاشكاليات عديده. اليوم في السياق هذايا واحنا نحكيو على هذا الوضع واهميه الحوكمه البيئيه ودورها في تحقيق التنميه المستدامه، مهم جدا ان يكون فما تصورات واضحه وايمان سي محمد بضرورة التغيير في علاقة بهذه الوضعيات من أجل حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة. وفي كل هذه الإشكاليات سي محمد مهم جدا أن تكون فما رؤية واضحة للمستقبل. خلينا نقوله فعلا أخت نجيبة، هو نعم. يعني اليوم معناها ما فما كان ما نجمو كان نمشيو للحلول معناها، وخاصة أخت نجيبة فما عنصر مهم ممكن ما حكيناش عليه، هو زيادة عدد البلديات حتى تتمكن بالطبيعة باش تكون حوكمة محلية يعني عامة في كامل تراب الجمهورية. وفي المقابل زادت معها النفقات وما لقيناش، وقلت بالطبيعة الموارد، وهذا ما خلى الاستقلال الإداري والمادي بالطبيعة للبلدية وقدرتها على اتخاذ القرار وتسديد البرامج نتاعها وتنفيذ المشاريع نتاعها يصعب تحقيقه، وهذا عنصر نضيفوه للمشاكل اللي قاعدة تعيش فيها البلديات. الحل هو اليوم أخت نجيبة حسب رأيي هو على البلديات اليوم التشبيك وتشبك فيما بعضها، يعني يكون فما تعاون بين البلديات، يكون فما خاصة البلديات القراب لبعضها باش نجم تكون عندها يعني القدرة. كذلك اليوم تنمية قدرات أعوانها ومن خلال تبادل الخبرات ويعني وتكون فما دورة تكوينية، وتكون معناها حتى فما تعاون مع بلديات تجارب من الخارج، خاصة احنا تجربة الحكومة المحلية يعني وقع استنساخة يعني من بلدان متقدمة. يعني اليوم الرجوع إلى هذه التجارب يعني التعاون مع بلديات في الخارج والقيام معناها بتوأمة مع البلديات هذه نجم يساعد البلديات المحلية بطبيعة باش تاخذ يعني مسار
نتاعها الجديد. اليوم نشاهدوا في اكبر ازمه وهي ازمه ساع هي ازمه نفايات. نشوفوا الفضلات في الطرقات والساحات العامه، ازمه نفايات كما قلت هي قضيه ساعه في بلادنا، المشهد العام وخاصه الاحياء الشعبيه، يعني اليوم ازداد سوء المصبات تتجاوز الطاقه استيعابها وقع الاتجاه الى المصبات العشوائيه واللي يرفضها المواطنين، وعرفت برف المناطق احتياجات بالطبيعة جراء هذا المشهد. الحل الوحيد اليوم هو كما قلت هو في التعاون بين البلديات يعني في الانطلاق القيام بدراسات الاحداث وحدات لتسمين النفايات المنزليه، يعني المساله هذه اللي ما نجمو ما عندنا حتى حل الا باش نخوضوا هالتجربه هذه وندخلوا في المسار نتاع التسمين ورسكلت النفايات المنزليه ومره اخرى لرسكله من المصدر. سي محمد، لانه نعرف ايضا انه الباب الجانب هذايا مهم، الى اي مدى يمكن انه المواطن ينخرط في هذه النقطه، فنتسائلوا ايضا في السياق باش نتفاعل معاكم. وهوني يعني النفايات المنزليه كما قلنا المسؤول الاول عليها هو المواطن. لذلك يعني فبعث برنامج وطني لتسمين النفايات المنزليه ويكون الشريك الرئيسي فيه هو المواطن. بطبيعه كل المواطن كل الجمعيات عندها دور هام في ترسيخ ثقافه التقليص من كميات النفايات من المصدر. وهذا يعني اؤكد عليها، وبالتالي فرز النفايات يعني سواء كان يعني من المنزل او من الاقامه او من حي سكني ضروري اليوم كل مواطن مشان خرط في المشروع هذا كل مواطن قادر على تسمين نسبه من نفاياته يعني بمفرده، وهي عمليه تسمين النفايات تسمى الى سماد عضوي تستفيد منها اول حاجه هي حديقته وحديقه نجم المدرسه ويعني الساحه العامه. وغيره. كذلك احداث نقاط فرز نفايات في المجمع السكني او في الحي اليوم تنجم تكون معناها الى جانب هي حل بيئي اليوم ضروري جدا، وهذا معناها شفنا الدول العالم الكل حتى ما عادش نقول المتقدمه، نشوف حتى الدول الافريقيه خليج في اسيا كل انخرطت في المنظومه هذه منظومه الفرز النفايات. اليوم ما عندناش حل غير باش نشوف الحاويه الصفراء والخضراء والزرقاء والتنسيق مع المصانع في الرفع، الاهم من كل هذا وان شاء الله اخت نجيبه موضوع كبير نرجع له فيه بالتفصيل في حلقات قادمه. اليوم باش نجم كل حاويه يلزمها تمشي للمكان معناها نتاعها وما يتمش بالطبيعه خلطهم وبالطبيعه وتحويلهم من المصب، وهذه بالطبيعه الخطا اللي قاعدين نقع فيه يعني خلال يعني الفترات الماضيه. كذلك توفير منطقه لتكليف فضلات البناء اخت نجيبه مهم جدا. اليوم بلادنا معناها قاعده في توسع عمراني كبير برشا، اليوم فضلات البناء نشوفوها حتى على قرعة الطريق معناها الطرقات الرئيسية السيارة باش نعطيه لكل حد معناها حقه. اليوم كانت هناك برامج هاتفة مع المجتمع المدني للوكالة الوطنية لتصرف النفايات برنامج حركي طيارة وتسمين نفايات منزلية، لكن للأسف الشديد هذه البرامج تنتهي ولا تتواصل بالطبيعة مع المدة نتاعها. الجمعيات البيئية أخت نجيبة مهم جدا في العمل البلدي، علاقة البلديات بالجمعيات المحلية مهم جدا اليوم خاصة في التواصل مع المواطنين. المواطنة الفاعلة اليوم ما تنجم تتحقق كان بمجتمع مدني فاعل، مجتمع مدني قادر على تغيير. الجمعيات بالطبيعة يبقاو ديما هما الفاصل بين البلدية والمواطن. عنصر الشباب أيضا أخت نجيبة مهم جدا، الشباب التونسي عندهم القدرات والكفاءات باش يغير ويحسن منطقته، وشفنا هذه معناها مبادرات شبابيه متميزه باحدى التطبيقات الذكيه بين البلديه والمواطن في مساله توقيت رفع الفضلات، وحتى في المجالس يعني التشاركيه جات بطبيعه منه شباب واعي ومسؤول وغيور عن المنطقه نتاعو. اذا في يعني نقولوا مسؤوليه مشتركه سي محمد المنسي، مهم جدا انه الناس الكل تنخرط في هذا السياق لانه الاشكال اصبح كبير باعتبار انه نحكيو على وجود الفضلات في كل مكان، ما عادش نحكيو على احياء شعبيه ولا احياء بين ظفرين راقيه. فالمشهد في حد ذاته انه نحكيو على تونس خضراء نظيفه، مهم جدا انه تسترجع تونس هذه الصورة أمام الزائر الأجنبي والزائر، فمهمة كل هذه النقاط لأنه يعني مش خافي على حد وقت اللي تتجول هكا في مناطق داخل الجمهورية في العاصمة وغيره ما تخفيش عليك هذه الفضلات للأسف، وهذه المشاهد اللي ما نحبوهاش على تونسنا سي محمد. النقطة الأخيرة نحب نختم بها وسامحني كان طولت شوية، هي اليوم البلديات لازمها تشخص الواقع مناطقها نجيبها بنية التحتية وتعمل وتحبس معناها قاعدة نتاع بيانات
بكل ما هو عمراني اقتصادي واجتماعي بيئي، يعني مسألة طرقات صحات عامة وغيرها. اليوم القاعدة البيانات هذه مهمة جدا، خاصة إذا كنا وحكينا على حلقات فاتت نحب نمر إلى انتقال المدن الذكية. ثم بطبيعة بالاستراتيجية التشاركية نجم نحسن الواقع، واقع ظروف عيش المواطن بطبيعة اللي اليوم يطمح ويرمي معنا من خلال هالتجربة هذه باش يكون فاعل في منطقته وباش يتحسن بطبيعة مستوى يعني العيش متاعه وظروف العيش متاعه، خاصة انه هو المواطن اليوم هو يختار اعضاء المجلس البلدي وبإرادته عن طريق الانتخاب ويحب يكون فاعل في منطقته. هذا هو اخت نجيبة اليوم، ولو هو يعني يحكي لنا فيه يطلب حلقات وحلقات منها نقاش على كل هو الحديث في المواضيع البيئية عموما يتطلب أكثر وقت وأكثر إصرار على التغيير من خلال كما قلنا هذا الموعد المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية فقرة رفقا بالأرض. مهم أنه الناس الكل تنخرط في هذا المسار، أنه تكون الإشكاليات البيئية والمواضيع البيئية ضمن الأولويات في الطرح سواء من خلال هذا المنبر وإلا في كل المنابر، وأنه تكون أولوية الأولويات خلينا نقول أستاذ محمد المنسي. شكرا جزيلا لك، نتواصل إن شاء الله الأسبوع المقبل إن شاء الله في موعدنا دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية. شكرا لك، يوم سعيد وإلى اللقاء. احنا مستمعينا ما زلنا مواصلين معكم لقاءنا المباشر على موجات صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية في توقيت 7:44 الموعد كالعادة بإذن الله لحدود الساعة 9 صباحا.